طيب بروتوكول جديد بقى ما عداش عليكم في الان ايه اسمه ODR. ODR ده معتمد على بروتوكول خدتوه انتوا في الان ايه اسمه سيسكو ديسكفري بروتوكول، فاكرينه؟ سي دي بي. فهو من غير السي دي بي الاو دي ار ده مش هيشتغل، وطالما السي دي بي اصلا سيسكو بس، ده اسمه سيسكو، وبالتالي الاو دي ار ده سيسكو بس. تمام. الاو دي ار ده ما ينفع، ده عباره عن راوتنج بروتوكول، ما ينفعش تستخدمه الا مع الشبكات الهاب اند سبوك. يعني تعال نشوف لاب كده مع بعض. ده لاب الاو دي ار كونفيجرد فيه، والكونفيجريشن بتاعه هو كوماند واحد على راوتر واحد بس. تعالى بس نفتح اللاب الاول. بص المفترض ده ايه؟ احنا عارفين طبعا احد طرق ربط الراوترات ببعض هاب اند سبوك. هاب اند سبوك ده بوينت تو بوينت هاب اند سبوك. يبقى انت عندك اهو ده الهاب. المفترض الراوتر ده باي ديفولت ما يعرفش حاجه عن الايه؟ عن الشبكه اللي ورا ده، وما يعرفش حاجه عن الشبكه اللي ورا ده، صح كده؟ وده سبوك وده سبوك. طب ده طبعا لو احنا هنشتغل عليه ستاتيك يكفيني ان انا هعمل هنا ايه؟ ديفولت روت يرميه على مين؟ على 10/2، واعمل على ده ديفولت روت يرميه على 30/2. بس هو بقى الهاب اللي بيبقى فيه الشغل كله. الهاب لازم اقول له عشان توصل لشبكه اديله بقى الشبكه اللي ورا ده اقول له روح ل 10/1، والشبكه اللي ورا ده اقول له روح ل 30 كام؟ 30/1، صح كده؟ طيب قال لك لا انا بقى مش عايز اتعب نفسي. يعني المفترض لو انت شغال هاب اند سبوك اسهل طريقه لعمل راوتنج على هاب اند سبوك الستاتيك راوتنج، تيجي على كل السبوكس ديفولت روت هو سطر واحد، وتتعب بس شويه على ايه؟ على ده. قال لك طب ايه المانع؟ ايه المانع طالما انت مشغل على الراوترات دي كده كده باي ديفولت بروتوكول السي دي بي؟ سي دي بي كده كده باي ديفولت شغال على جميع اجهزه سيسكو، لو انت مش عايزه بتعمله ديسيبل. بس تعالى بقى مثلا على الراوتر ده، وتعالى على الراوتر ده، تعالى على الراوتر ده كده، هتلاقي فيه بروتوكول شغال اسمه سيسكو ديسكفري بروتوكول. اكتب كده شو سي دي بي، هيقول لك اه ده في بروتوكول اسمه سي دي بي شغال، والبروتوكول ده بيبعت باكت كل قد ايه؟ كل 60 ثانيه، والفيرجن بتاعه فيرجن كام؟ فيرجن 2. يعني الراجل ده عمال يبعت رساله كل 60 ثانيه لجاره، وده يبعت لده، وده كمان بيبعت لده، وده بيبعت لده. مفترض الهدف الرئيسي من بروتوكول السي دي بي ده حاجتين بنستخدمه في الترابل شوتينج، ده يعني من اهم الحاجات في كورس الترابل شوتينج. يعني انت لو رحت كده على كورس التي شوت هتلاقي من الحاجات الاساسيه اللي بنشرحها في البدايه السي دي بي، واللي زيه ال ال دي بي. بس ال ال دي بي ده ستاندرد موجود على سيسكو وغير سيسكو، وفي برنامج اسمه سي ان اي. سي ان اي ده سيسكو عاملاه معتمد على السي دي بي. السي ان اي ده بيرسم لك الشبكه، بيرسم لك الشبكه بتاعتك اعتمادا على بروتوكول السي دي بي. فالسي دي بي بيفيدنا في حاجتين، في الترابل شوتنج حل مشاكل، واقدر من خلاله اعرف شكل الشبكه بتاعتي. يعني بص ده برنامج هنشوفه هنطبقه عملي على فكره، وهنعمل نتورك ونربطها ببرنامج السي ان اي، وهوريك البرنامج وهو بيرسم الشبكه والرسمه فعلا هتظهر قدامنا وهكذا. كل ده ان شاء الله في كورس الترابل شوتنج اهو. تمام. طب إيه فكرته ايه السي دي بي باختصار؟ هو احنا هناخده قدام بس فكرته سريعا باختصار ايه؟ كل راوتر بيبعت لجاره انفورميشن عن نفسه. يعني الراجل ده بيبعت لجاره رساله كل قد ايه؟ كل 60 سنه. يقول له بقول لك ايه؟ انا اسمي ار1، الموديل بتاعي راوتر سيسكو مثلا 2811 مثلا، والانترفيس بتاعي اللي واصل بيك اف 0 على 0، والاي بي بتاعه 10/1، ونظام التشغيل اللي عندي اي او اس فيرجن مثلا 12.4، ومش يعني بيديله بيانات تفصيليه عن نفسه. عشان كده انت بص لو جيت على ار2 مثلا وقمت جاي كاتب ايه؟ شو ار2 شو سي دي بي نيبرز، يعني وريني جيرانك اللي انت اكتشفتها عن طريق بروتوكول السي دي بي. يقول لك ايه؟ انا اكتشفت ان انا ليا جارين ار3 وار كام؟
عارف منين؟ ما هو حضرتك ار 3 عمال يبعت رساله كل 60 ثانيه لار 2 بيفضح بيها نفسه وبيعرفه بانفورميشن شخصيه عنه، تمام كده؟ وار 1 نفس الكلام بيبعت بيانات لار 2 فعشان كده لو جيت هنا قلت له شو سي دي بي نيبلز ده حتى لو مش عامل اوبجكت ولا لازم يكون عامل اوبجكت. لا بص اصل ده بيدي بيانات لجاره اللي جنبه على طول، وجاري اللي جنبي ده على طول حتى عارف لو الفتحه دي مش واخده اي بي اصلا والفتحه دي مش واخده اي بي اصلا بس شغاله معمول لها نوشن داون، الراجل ده بيقعد يبعت رساله يفضح نفسه لجاره اللي جنبه بيطلعها كده وخلاص للي جنبه. يعني بص ده مش هيبقى عارف اي معلومات عن مين عن ده، لا ده اللي لازق فيا على طول. انت لو جيت على ده وقلت له وريني جيرانك مين هيقول لك مين بس ار 2 مش هيشوف ار 1 تمام. انت بس كده هتاخد ده وسيله ان هو تعرف منه ان في واحد اسمه ار 2. طبعا ده لو واخد اي بي هعرف الاي بي بتاعه، ولو عرفت الاي بي بتاعه اقدر اخش عليه، وبعد ما اخش عليه اعرف منه جاره اللي بعده. وهي دي الفكره اللي بيستخدمها برنامج السي ان اي عشان يرسم لك الشبكه. بيقعد يعمل ايه؟ يخش على ده يقول له وريني جيرانك، يقوم جاي جايب له جيرانه، يقوم جاي داخل على الجار يقول له وريني جيرانك، وهكذا يفضل واحده واحده لحد ما ايه يعرف شكل الشبكه بالكامل ببياناتها باي بيهاتها. نشوف الكلام ده عمل ان شاء الله في كورس الترابل شوتنج. ف بس معلش لو هم واخدين اي بيهات يعني حتى لو واخدين اي بيهات وحتى لو كل اي بي في رينج مختلف عن التاني بس هيشوف الجار اللي جاري شايفه؟ لا يعني انا قلت لك ده هيشوف جاره ده بس. بس حتى لو واخدين اي بيهات مش حتى لو واخدين اي بيهات الرساله دي بتتبعت لوكال كده من النقطه دي للنقطه دي بس. يعني ده لما بتجيله الرساله اللي جايه له من ار 1 ما بياخدهاش ويبعتها لار ايه لا ده هو بس بيحتفظ بيها لنفسه ويسجلها في الداتابيس بتاعته. فانت لو جيت على ار 3 وقلت له ايه شو سي دي بي نيبرز جايب لك اهو يقول لك انا ماليش غير جار واحد بس اللي هو ار 2. لو عايز تعرف الاي بي بتاعه قول له شو سي دي بي نيبرز لا ديتيل يعني هات لي بقى يعني معلش بيانات اكتر بقى. يقول لك بص يا عم ده جاري ده الاي بي بتاعه 30/2 فعلا. بص انت لو جيت هنا هتلاقي الجار ده الاي بي بتاعه عارف لو كان ده الاي بي بتاعه مثلا 50/2 وده 30/1 مش المفترض كده ما يعرفوش يتكلموا مع بعض؟ اه لكن ده هيعرف ان لان ده بيبعت كده امياني رساله لجاره يقول له بقول لك ايه لو في حد من الناحيه دي ادي بياناتي يا عم اهو. فالراجل ده هيسجل عنده ان في واحد الاي بي بتاعه 50/2 تمام. وده بيفيدنا جدا في الترابل شوتنج. يعني فرضا انا دخلت على الراوتر ده لقيت الاي بي بتاع الفتحه دي 30/1 مش المنطق والعقل بيقول ان الفتحه اللي قدامي لازم تبقى مثلا 30/2 30/3 صح كده؟ طب لما انا جيت على ده قلت له وريني بيانات جيرانك قام جاي مطلع لي في الجيران مثلا دي لقيتها 50 يبقى انا كده اكتشفت ان ايه؟ ان انت حاطط اساين الاي بيز غلط. حط اي بيز لازم تخلي الاثنين في نفس الرينج. فتبدا بقى تعمل ايه؟ يا اما تغير اللي عندك تخليه في نفس رينج اللي هي اللي قدامه صح كده، يا اما تشوف طريقه بقى تخش بيها على ده عشان تغير الرينج بتاعه تحط له اي بي في نفس الايه في نفس الرينج. اه بص جاب لك بياناته وبيقول لك ان ده راوتر 3745 وعليه اي او اس فيرجن كام 12.4 فضيحه بيفضح نفسه. اه بص معرفك بقى يقول لك دوبلكس هاف المفترض يعني ان يبقى فول يعني بس ساعات الجي ان اس 3 بيهيس في الجزئيه ديت يعني تمام. طيب يبقى ده السي دي بي. قال لك طب ايه المانع ان احنا طالما السي دي بي ده شغال كده وبنستخدمه في الترابل شوتنج نستغله في موضوع الراوتنج. بدل ما انت تشغل راوتنج بروتوكول تاني مثلا ريب بي اي جي ار بي اوس بي اف لا يا عم يبقى هو بروتوكول واحد يقوم بالمهمتين. ايه بقى؟ بص الراوتر مش كده بيفضح نفسه كل 60 ثانيه وبيبعت لجاره معلومات عن نفسه بالمره يبعت لجاره معلومات عن كل الشبكات اللي عنده. ده وراه حتى الان شبكه كام؟ اللي هي 1.1.0 صح كده؟ طب ما انا لما اجي ابلغ غريب بياناتي اقول له بقول لك انا ورايا شبكه 1.0 لو عايز توصل لها تعالى لي. وده كمان لما يجي يفضح نفسه يقوم جاي مبلغ ده بشبكه كام. فيقوم الراجل ده عن طريق نفس الباكتس يعني مفيش باكتس جديده هي الرساله اللي بتتبعت كل 60 ثانيه ما بين الراوترات هيزيد فيها بس انفورميشن زياده. المفترض ده لما بيفضح نفسه بيعرف جاره بايه؟ بالاي بي بتاع الفتحه ديت ورقم الفتحه دي وبيانات داخليه عنده لكن ما بيعرفوش بيانات الشبكات اللي عنده.
فلو فرضا ده كان عنده مثلا شبكة، بقى هنا شبكة مثلا 10 او مثلا 50، 50 و60 و70 و80. مش المفترض انت لو هتشتغل ستاتيك تيجي على تقول له لو عايز توصل ل 50 و60 و70 و80 روح ل 10 واحد؟ لما الراجل ده في الابديت اللي هيتبعت هيقول له انا عندي 50 و60 و70 و80 وادي شبكه كمان اللي هي 1 200. تمام؟ طيب بس بص بقى، عشان اشغل هذا البروتوكول كل اللي بعمله ايه؟ باجي على الراوتر اللي في النص ده اللي هو انهي الهب، ما بعملش اي كونفيجريشن على الراوترات الايه؟ السبوك. مفيش اي حاجه بتتعمل هنا، بس تتاكد الاول ان بروتوكول ايه شغال. السي دي بي لازم يبقى شغال، هو شغال باي ديفولت. لو فرضا هو مش شغال، سيادتك تيجي على الراوتر كونف تي تقول له سي دي بي انيبل. انا فاكر ان هو سي دي بي انيبل. سي دي بي سي دي بي سي دي بي ران. سي دي بي انيبل دي لو جوه الانترفيس، صح؟ سي دي بي ران كده انا شغلته. لو انت عايز انترفيس مثلا اف 0 على 0، ساعات بنحتاج نلغيه على بعض الانترفيسز، بالذات لو الانترفيس دي واصله باجهزه كمبيوتر، فبقول له بقى من جوه الانترفيس سي دي بي انيبل او نو سي دي بي انيبل لو عايز ايه تلغيه. فهي سي دي بي ران لو هو مش شغال. انت شغلته، بص كوماند واحد تكتبه فقط على الراوتر الرئيسي اللي هو الهب اللي في النص اللي بيربط دول ببعض، يعني مش تحتاج تعمل اي كونفيجريشن هنا خالص. ايه الكوماند ده؟ اهو يا سيدي، بسم الله. احنا ايه اللي ودانا هنا؟ سيسكو. ما هو السي دي بي مش موجود غير على سيسكو. فين احنا؟ اهو الاودي اور. ايه الكونفيجريشن بتاعته؟ راوتر اودي اور بس كده. على الهاب راوتر اونلي. بص تعالى بقى، انا فعلا جيت على الهاب. فين الهاب راوتر هنا؟ الهاب راوتر المفترض ان هو R2. فR2 انا فعلا اوريدي اصلا عامل كونفيجر، وقمت جاي كاتب كونف تي وقلت له راوتر اودي ار بس انتر. كده بقى ايه اللي هيحصل بقى؟ يقوم جاي الراجل ده يبلغ الناس دي، يقول لهم يا جماعه لما تيجوا تبعتوا الابديتس بتاعه السي دي بي ابقوا حطوا فيها الشبكات اللي عندكم. تمام؟ فالراجل ده بيقوم جاي حاطط في الابديت اللي بيتبعت كل 60 ثانيه الشبكات اللي عنده. مش بس كده، الهاب ده بيقول لي ده ايه؟ كل ده جوه السي دي بي ابديتس. بيقول له بقول لك ايه؟ لو عايز توصل لاي شبكه تجيلي. اللي هي احنا كنا المفترض نسجلها ايه؟ مانيوال بايدينا، واقول لي ده لو عايز توصل لاي شبكه انت مش عارفها روح ل 30 كام؟ 2. لا ده هيقول لي ده جوه الابديت، يقول له بقول لك ايه؟ انا الهاب خلي بالك، وانا اللي هوصلك لاي شبكه انت مش عارفها. ساعتها بقى لو جيت على الراوتر ده، بص الراوتر ده دلوقتي مش المفترض انا كنت هسجل عليه بايديا اي بي روت صفار روح ل 30.2. لا بص بقى، لو انت جيت فتحت الراوتر ده وقلت له شو اي بي روت انتر، بص صفار روح ل 30.2. عرفت؟ مش محتاج، خلاص السي دي بي هيظبط الكلام. وايه بقى شايف؟ او بقى دي يو استر او اي او سمول. خلي بالك فين الاو؟ او سمول او دي ار. لو او كابيتال يبقى او اس بي اف. تمام؟ صفار لاحظ المصداقيه بتاعته كام؟ 160 المصداقيه بتاعته. احنا عندنا الريب 120، الاو اس بي اف 110، الاي اي جي ار بي 90. ده المصداقيه بتاعته زي ما انت شايف كده في الضياع 160. اوكي طيب، لو رحت بقى على ده برضو نفس الكلام، هتلاقي عليه او استرك يروح لمين؟ 10 كام؟ 2. لكن ده بقى، ده لو انت جيت عليه كده ار2 قلت له شو اي بي روت
يقول لك انا عرفت عن طريق الاو شبكه واحد من جاري حبيبي 10 كام واحد. فعلا بص الراجل ده وراه شبكه واحد اللي هو 10 واحد بلغه جوه السي دي بي ابديتس تمام، وشبكه 2 عند 30 واحد. وطبعا التايمر ده المفترض سوري شايفين التايمر ده عمال كان كام هنا؟ كان 20 45. المفترض بيوصل بيرست عن اول ما يقرب من 60 اهو 58، لان الابديت بيتبعت كل قد ايه؟ كل 60 ثانيه. طيب برضو انت لو دارس السي دي بي هتعرف ان ايه اللي بيحصل. لو جاري ده انا كارتو، لو جاري ارون ما بعتليش اي معلومات تخصه في خلال 180 ثانية بعمل ايه؟ انا كارتو هشيله كجار من عندي، وبالتالي همسح من عندي كل الشبكات اللي هو ايه بلغني بيها. فعشان كده التايمر بتاع الاو دي ار هو التايمر بتاع السي دي بي اللي هو كل قد ايه؟ كل 180 سكند. تمام؟ طب لو حتى انت لو جيت على الراوتر ده وقلت له شو اي بي بروتوكولز، الامر ده مشهور قوي بنحتاجه كتير في الترابل شوتينج. شو اي بي بروتوكولز بيعرفك الراوتنج بروتوكولز اللي انت مشغلها، ريب او او اس بي اف او اي جي ار بي او بي جي بي او او دي ار. فلما اقول له انتر يقول لي انت مشغل ايه بقى؟ الاو دي ار. على الاي او اس القديمه فيرجن 12 واللي قبله لو انت مش مشغل ولا بروتوكول كان بيقول لك ان شو اي بي بروتوكول، تلاقي الدنيا فاضيه مش جايب لك اي حاجه لو انت مش مشغل ولا بروتوكول. من اول فيرجن 15 بيجيب لك شويه معلومات كده ويقول لك ان انت مش مشغل ولا بيكتبها لك كده، يقول لك انت مش مشغل اي بروتوكول. طب هنا بقى انا مشغل ايه؟ بيقول لك الراوتنج بروتوكول اللي انت مشغله ايه؟ او دي ار. الابديت كل قد ايه؟ الابديت اللي جاي اللي عليه الدور فاضل له قد ايه ويطلع من عندي؟ 48 سكند. تمام؟ الانفاليد افتر قد ايه؟ يعني لو جاري ما بعتليش معلومه عن شبكه بعد قد ايه؟ نفس التايمر هو بتاع مين؟ نفس التايمر بتاع السي دي بي، مفيش اي اختلاف. طيب بص لو انا جيت هنا قلت له في امر اسمه ديبج اي بي راوتنج، مهم جدا برضو الكوماند ده بيفيدنا في الترابل شوتينج. او في كوماند ديبج اي بي في او دي ار هنا كنترول سي كده. مفيش او دي ار. عايز تعمل فلاش ليه؟ لا هو بعد 40 ثانية بيعمل فلاش طبعا. المفترض فلاش، بس هو كاتب هنا بيفلاش بعد 240 سكند. يعني لو جاري ما بعتليش اي معلومه عن شبكه خاصه بيه بعد 240 سكند بيمسحها. شو 180؟ لا 180 بعتبر ان جاري وقع، يبقى الشبكات اللي بلغني بيها المفترض تتشال من عندي، بس لما يوصل لكام؟ بعد 240 سكند. تمام؟ انا بقى نشوف امر ديباج ده قدام في حاجات تانية اهم يعني. اند ديباج. انا كده مش محتاج اي ار جي بي، بس ده في التوبولوجي الهاب اند سبوك بس. بس مفيش بروتوكول تاني غير الشمع كله زي ايه؟ مفيش بروتوكول او دي ار؟ او دي ار قصدي في بروتوكول تاني بيشتغل على سبورت على سيسكو ومرسل؟ لا الاو دي ار ده اختراع سيسكو معتمد على السي دي بي. ايه؟ زي السي دي بي في فيرجن تاني بيشتغل بالظبط كده. لا ال ال دي بي ده معرفش بروتوكول ليه يشتغل معاه عشان يزود الحته دي. لا مفيش راوتنج بروتوكول ما عداش عليا خالص. تمام؟ فده لو انت ده حاجه كده اوبشن، لو انت عندك راوترات سيسكو كلها وانت مشغل السي دي بي يقول لك بالمره يا عم لما نشغل راوتنج بروتوكول خلي السي دي بي هو اللي يقوم بالموضوع، بس في الشبكه الهاب اند سبوك فقط
اوعى تشغله في اي شبكه مش هاب اند سبوك. ومستو ايه؟ ان انت بتيجي على الهاب تقول له راوتر اودي او. عيبه ايه؟ عيبه باين عيب الشبكات الهاب اند سبوك بس، راوترات سيسكو بس، لازم تبقى مشغل السي دي بي. السكيورتي ما هو انت المفترض بقى وانت بتشغل السي دي بي، الكلام ده هناخده مع السي دي بي، المفترض تيجي على الفتحه دي، شايف الفتحه دي، تلغي السي دي بي من عليها، والفتحه دي تلغي السي دي بي من عليها. ممنوع ان الفتحه دي تبعت اي ما حاجه خاصه بالسي دي بي ولا تستقبل اي حاجه خاصه بالسي دي بي. فانا يعني اوريها لك اهو، هعمل ايه؟ اف 1 على 0 كونفتي انترفيس اف 1 على 0 هقول له نو سي دي بي انيبل. انا كده السي دي بي شغال بس هنا بيبعت كل، حتى احنا ممكن نيجي هنا رايت كليك ونقول له ستارت ايه كابتشر، انا عايز اتفرج على الرسائل اللي بتتبعت من النقطه دي للنقطه دي، واقول له ايه اوكي. عندنا صعب تقفل ال السي دي بي ليه؟ عشان عليه بقى بيشوف من عليه يعني، مش عارف اوصل لسويتش او اكسس بوينت ولا حاجه، سيسكو هو اللي بيجيب لي الداتا، فلو هي سرقت مني او يبيعها ولا حاجه. طب مش انت الاول بتلنت على الراوتر او السويتش؟ مش عارف. طيب انا بقول لك الغيه على الفتحه، اي ما الفتحه الداخليه بقى بيبقى عليها الداتا بتاعت اكسس بوينت وصل عليه وسويتشات سيسكو كده. انت الفتحه دي فعلا لو واصل هنا حاجات شغال عليها السي دي بي، يبقى لو لغيتها الميزه دي بقى مش موجوده، العيب ده مش موجود في ال ال دي بي. ال ال دي بي ممكن اجي على الفتحه دي اقول لها ايه، اجي على الفتحه دي اقول لها استقبلي لكن ما تبعتيش، لكن في السي دي بي هتقفل الفتحه لا تبعت ولا تستقبل. تمام. طب احنا عايزين نشوف بقى الايه الرساله اللي بتتبعت. بص سي دي بي دبل كليك عليها بقى، هتلاقي الراجل ده من ضمن الابديتس اللي بيبعتها. طبعا بيبعت الادرس بتاعه، بيقول له الاي بي بتاعنا 10.2. بص ده انهي واحده، واضح ان دي جايه من دي، اللي جايه من مين؟ دي اللي جايه من ده، من R2. فبيقول له انا الجيت واي بتاعك اهو، بيقول له انا الجيت واي بتاعك. واحد فين؟ ايوه انا بقول له انا الجيت واي بتاعك انا 10.2. عايزين بقى واحده العكس بقى، تكون طالعه من مين؟ طالعه من 10.1. طبعا بص الرسائل هنا جايه بالايه؟ بالمكات. عشان كده بقول لك ايه؟ بقول لك ان اصلا لو انت ما كنتش عاطي الفتحه دي اي بي ولا الفتحه دي اي بي، الدنيا هتشتغل عادي، والسي دي بي ما بيتاثرش بالاي بيهات، هو بياخد المعلومات الداخليه لده يبعتها زي ما هو الجار، بغض النظر عن الاي بي بتاع جاري ايه. تمام. طيب تعالى كده نشوف بقى رساله طالعه من مين، من R1 بقى، المفترض يبقى فيها الشبكات الخاصه بR1، ممكن تبقى اللي تحتها دي على طول. لا دي بص R1 بص بيقول له، بقول لك ايه، انا من ضمن الشبكات اللي عندي شبكه 1.0 بماسك على كام؟ على 24. سجلها عندك بقى دي تحديدا. عارف لو انا ما كنت مشغل او دي ار كان الابديت اللي بيتبعت كل 60 ثانيه مش هيبقى فيه ليها المعلومه دي. وطبعا لو انا عندي ان شاء الله حتى 50 شبكه ورايا، لو انا عندي هنا 50 شبكه ورايا، كل ده هيتحط في الرساله بتاعت السي دي بي اللي بتتبعت كل 60 ثانيه. في اي سؤال لحد دلوقتي؟ طيب شويه اوامر ترابل شوتينج، شفنا خلاص ده وشفنا ده، هاب اند سبوك فقط. ممكن تقول له شو اي بي روت، كنت شو اي بي روت او دي ار، يجيب لك بس الشبكات اللي هو شايفها عن طريق الايه؟ الاو دي ار فقط، فلتر يعني. عشان ممكن تقول له شو اي بي روت بايب لاين سيكشن او سمول بقى، ما جابهاش ليه او سمول. هو تقريبا
يعني ساعات ساعات شو ران. بص ممكن لو انا عايز اعرف كونفيجريشن الاوديو ار شو ران واقول له هات لي سيكشن الاوديو ار هو انا انا عشان على ار 1 انا مش كاتب اي حاجه متعلقه انا اكتبه على ار 2 على ار 2 شو ران سيكشن الاو سيكشن هو مفيش غير كوماند واحد فيه كلمه اوديو ار راوتر اوديو ار تمام كده طيب وده لسه شغال يعني ده مش ليجاسي لا مش شفنا كده الاودي ار شفنا الاوبريشن بتاعته ازاي شفنا الكونفيجريشن بتاعه على الجي ان اس 3 اوقف الفيديو ده على كده خش على حاجه جديده